بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 14 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها المستمع مصطفى المقرري. الأخ مصطفى له ملاحظات على إمام لديهم يقول عنه إنه لا يرفع يديه حذو أذنيه ولا حذو من كبيه عند الركوع في تكبيرة الإحرام. كذلك فإنه سريع في القراءة وبدون قواعد وبطريقة غير مسموعة مع التثاؤب الكثير، وهو كسلان كما يصف. ثم إنه لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، ثم إنه يسرع أثناء تأديته للصلوات. ويسأل فضيلتكم ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام وكيف توجهونه وأمثاله، جزاكم الله خيرا، علما بأن المصلين الذين وراءه يقلدونه ويسيرون على طريقته ومسجده هو المسجد الوحيد في منطقتهم، جزاكم الله خيرا. شفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر، ومقامها في الإسلام عظيم. الله تعالى أمر بإقامة الصلاة في كثير من الآيات، يأمر بإقامة الصلاة ولم يقل صلوا فقط، لأنه ليس المقصود الصلاة الصورية، وإنما المقصود الصلاة الحقيقية التي يكون فيها الطمأنينة والخشوع لله عز وجل وأداء الأركان والواجبات، وكذلك ما يستطيع من سنن الأقوال والأفعال المكملات فيها، لأنها عبادة عظيمة. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فأمره بالإعادة عدة مرات، وهو يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه السلام ويقول صل فإنك لم تصلي، ثم يرجع ويصلي، ثم يأمره بإعادة الصلاة، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، وفي كل ركن منها يقول حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، ما فعل ذلك في صلاتك كلها. وأخبر أن نقر الصلاة من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، فقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، فلا يجوز للمصلي إماما كان أو منفردا أن ينقر الصلاة، وإنما يتم الصلاة ويقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم، الإمام مأمور بالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة، تخفيف مع الإتمام. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، هذا تخفيف مع الإتمام، لنهي صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن الشهو في الصلاة
عدم إتمامها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والإمام بالأخص عليه مسؤولية عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، وإذا أحسن فالأجر له ولمن خلفه، وإذا أساء فإن الإثم يكون عليه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهو مؤتمن وضامن ومتحمل لأمانة عظيمة يجب عليه أن يقوم به، وأن لا يخفف الصلاة تخفيفا يخل بها ويحرم من خلفه من الطمأنينة فيها. وما ذكره السائل من أن هذا الإمام عنده بعض التساهلات في الصلاة فهذا أمر لا ينبغي. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين هذا من السنة، كذلك رفعهما عند الركوع عندما يقول الله أكبر للركوع أيضا هذا من السنة، ورفعهما بعد ما يرفع من الركوع أيضا هذا من السنن، ولا يخل بالصلاة لكنه ينقص كمالها أنه من السنن المستحبة. وأما القراءة إذا كان يلحن فيها لحن يخيل المعنى فإنها لا تصح صلاته، لكن يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يخيل المعنى كما لو قال في أنعمت عليهم أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم فإن هذا يخيل المعنى، أو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام هذا يخيل المعنى لا تصح صلاته معه، وهو يستطيع أن يعدله ولا يصح أن يؤم غيره ممن هم أحسن منه قراءة في هذه الحالة. أما إذا كان قصد السائل أنه لا يجيد التجويد قواعد التجويد فهذا أمر ليس بلازم، التجويد من المحسنات من حسن الأداء، ولكنه إذا لم يعرف قواعد التجويد فالأمر في هذا سهل لا يخل بالصلاة ما دام أنه لا يلحن في القراءة لحنا يخيل المعنى صلاته صحيح. وأما الجهر بآمين فهو سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، كان الصحابة يجهرون بها، يجهر بها الإمام والمأموم على الفراغ من قراءة الفاتحة. والتأمين ليس من الفاتحة وإنما هو تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة، يعني معنى آمين اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فإذا فرغ منها يقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء العظيم، وهذا مستحب للإمام والمأموم معا وأن يرفعوا أصواتهم به في الصلاة الجهرية ويسروه في الصلاة السرية. المهم أنه سنة لا ينبغي تركها. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى الأردن عبر رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون وها، لها سؤالات. في سؤالها الأول تقول: ما هي مبطلات الصوم جزاكم الله خيرا؟ مبطلات الصوم كثيرة، منها ما هو مجمع عليه منها ما هو محل خلاف. من المبطلات المجمع عليها الأكل والشرب متعمدا وكذلك الجماع، هذه مبطلات للصوم بالنص والإجماع. وكذلك ما يلحق بالأكل والشرب، ما يلحق بالأكل والشرب من تعاطي الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام أو الإبر التي تحقن في الوريد وتسري في الدم، هذه أيضا تخل بالصيام. كذلك أكل الحبوب، كذلك الحجامة وهي سحب الدم الكثير، وما يقوم مقام الحجامة من سحب الدم الكثير لإسعاف مريض أو التبرع به، هذا كله من مبطلات الصوم. وهناك أشياء اختلف العلماء فيها، هل تلحق بالشرب مثل تقطير في العينين وقطرة في العينين أو في الأنف، فهذه يقرب أنها أيضا من المفطرات لأنها تتسرب إلى الحلق وتذهب إلى الجوف فتكون من جنس الشراب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ أن يبالغ المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما لما يخشى من تسرب الماء إلى حلقه. وهناك مفطرات معنوية لا تفسد الصوم ظاهرا ولا يؤمر بالإعادة لكنها تبطل ثوابه، مثل الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والسباب، فهذه تبطل ثواب الصيام وإن كان صاحبها لا يؤمر بالإعادة لأنه صام ظاهرا ولكنه في الباطن ليس له أجر عند الله أو ينقص أجره عند الله سبحانه وتعالى بحسب هذه المعاصي. كذلك النظر المحرم، النظر إلى ما حرم الله الذي لا يغض بصره وهو صائم من الحرام،
كذلك السمع المحرم الذي يستمع إلى الأغاني والمزامير أو الغيبة أو النميمة، كل هذه مفسدات للصوم باطنة، بمعنى أنها تبطل ثوابه أو تنقصه عند الله سبحانه وتعالى. المفطرات إذن على قسمين، مفطرات ظاهرة تبطل الصيام ويؤمر بالإعادة معها، وهي ما ذكرناه في أول الحديث، والنوع الثاني مبطلات للصيام باطنا، بمعنى أنها تنقص الأجر أو تبطله تماما، وهي المعاصي التي نهي الصائم عن مقارفتها، معاصي القولية والمعاصي الفعلية، لأن المعاصي تحرم على المسلم دائما ويأثم عليها، ولكنه في حالة الصيام يأثم عليها وتفسد صيامه أو تنقص أجره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا سؤال لأختنا تقول فيه: هل يجوز الذهاب لزيارة الأقارب بنية تعليمهم ما أعلم من أمور الدين التي نعلمها من إذاعتكم، ولو كانوا لا يحافظون على الصلاة مثلا؟ نعم، زيارة الأقارب من أجل دعوتهم إلى الله ونصيحتهم وتعليمهم ما يجهلون من أمور الدين إذا كان الإنسان على معرفة منها، هذا أمر واجب، لأنه من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الأقارب أولى من دعوة غيرهم، لأنهم لهم حق على قريبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. زيارة الأقارب من أجل صلة الرحم ومن أجل دعوتهم ونصيحتهم إذا كان عندهم تكاسل عن الطاعات، أو من أجل تعليمهم إذا كانوا يجهلون أحكام دينهم، فهذا فيه أجور عظيمة: أجر الصلة وأجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصيحة لله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا عزمتم لي، لفت نظري عبارة قالتها أختنا تقول: أعلمهم ما أتعلمه من إذاعتكم من أمور الدين، هل من تعليق لفضيلة الشيخ صالح على هذه الجملة؟ نحن قلنا: يعلمهم ما يتأكد من أنه يعرفه. إذا كانت أمينه تتأكد مما سمعته، إنها تنقله بنفسه أو تسجله على شريط وتسمعهم إياه، وهذا أضبط. الأحسن أنها تسجله على شريط وقت الإذاعة تذهب به وتسمعهم إياه، لأن هذا أضبط. فإن لم يتيسر هذا، فإنها تقول لهم: سمعت ما هو كذا وكذا، وتذكره لهم بالمعنى، لكن عليها أن تتأكد من ذلك. نعم. وإذا كانت لا تفهم بعض الأشياء فإنها لا تخبر بها، تتوقف عنها، لا تخبر إلا بما فهمته تماما. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هناك شروط للنقل عن الغير شيخ صالح؟ لا شك في هذا، لا تنقل عن الغير إلا ما تأكدت منه وفهمته على مراد المتكلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها المستمع مصطفى عيسى يوسف. الأخ مصطفى يسأل عدة أسئلة، في أحدها يقول: هناك عادات موجودة عندنا، وذلكم أن الرجل يرد زوجته بعد الطلاق الرجعي بعد فوات العدة وبدون مهر ولا عقد جديد، فما حكم هذه الرجعة؟ المرأة الرجعية أو المطلقة الرجعية هي التي طلقت دون الطلقات الثلاث على غير عوض، هذه تسمى رجعية، بمعنى أنه يحق لزوجها أن يراجعها ويردها إلى عصمته ما دامت في العدة، بقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله قد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني قد يطلق الإنسان في حالة غضب أو في حالة رغبة عن المرأة، ثم بعد ذلك يندم فيراجعها إلى كان بإمكانه الرجعة بكون الطلاق يقبل الرجعة وهي في العدة. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم هذه العدة وأعطاهم فرصة المراجعة فيها لأجل إزالة الندم
أمكن ومن أجل بقاء الزوجية مهما أمكن، فما دامت في العدة وطلاقها دون الثلاث ولم يأخذ عليه عوضا فإنها تكون رجعية. أما إذا خرجت من العدة ولم يراجعها وطلاقها دون الثلاث فإنه يسترجعها بعقد جديد، يجوز له أن يسترجعها بعقد جديد، لأن إذا تمت العدة بانت المرأة منه بينونة صغرى، بإمكانه أن يأخذ عليها عقدا جديدا. جزاكم الله خيرا. ومن فعل شيخ صالح راجع امرأته بعد انقضاء العدة ولم يدفع مهرا جديد، فكيف يكون حكم هذا الزواج؟ يكون هذا الزواج غير صحيح، لأن الرجعة فاتت في العدة، إذا رجعها بعد العدة هذه الرجعة غير صحيحة، والمرأة تكون بائنة منه، لا تحل له إلا بعقد جديد. وما حكم الأولاد الذين يلدون بعد ذلك شيخ صالح؟ إذا كان راجعها بعد العدة ووطئها فأولاده يلحقون به، لأن هذا وطء شبهة، لكن هذا الوطء غير صحيح وغير حق، لكن ظن أنها تحل له يكون هذا من الشبهة، لم يتعمد الخطأ. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز المسح على الجوارب؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيها؟ نعم، يجوز المسح على الجوارب بشرط أن تكون ساترة، بمعنى أن تكون ضافية على الكعبين وما تحتهما، وأن تكون صفيقة يعني كثيفة غير شفافة وغير مخرقة فروقا كبيرة، بل تكون ساترة لما وراءها. في هذه الحالة يجوز له المسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. جزاكم الله خيرا. يناقش أخونا بعدة أسئلة حول موضوع القراءة من المصحف دون أن يكون المرء متوضيا، فيقول: هل يجوز أن أحفظ في كتاب الله تعالى وأنا لست على وضوء، وعندما لم أكن متوضئ هل وأقرأ للتعبد، هل ذلك جائز أيضا؟ وفي حالة القراءة على وضوء وانتقض الوضوء أيضا، هل يجوز لي أن أواصل القراءة أم لا؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من دون أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم متوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. أما مس المصحف فإنه لا يجوز إلا بوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. قد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، أي أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وأيضا إذا مسه من وراء حائل، كما لو كانت المرأة على يديها جوارب أو الرجل على يديه جوارب ويمس المصحف من ورائها أو بواسطة مسطرة، فهذا لا بأس به، أو يتصفحه من غير أن يمسه، فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، بل من إحدى الأخوات المستمعات من عمان في الأردن. أختنا لها عدة قضايا، في إحداها تقول: هل يجوز للمسلم أن يفتح المصحف الشريف إذا أراد أن يعمل عملا والصفحة تكون حظ، فإذا وجد الآية الأولى تبشر بالخير قام بالعمل، وإذا كانت وعيد شديد ابتعد عن هذا العمل ولو كانت من الأعمال المباحة أو العمل الذي يريد القيام به؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، وهو أن يتخذ المصحف منفال وكأنه من الاستكشام بالأجلام، فالمصحف يصان عن هذا العمل، ولا يجوز أن يفتح من أجل التفاؤل أو التطير، فإذا رأى ما يسره مضى، وإذا رأى آية فيها وعيد أو فيها تأخر هذا لا يجوز. وبدلا من ذلك شرع الله صلاة الاستخارة، إذا كان الإنسان يريد أمرا وهو متردد فيه لم يتبين له وجه الصواب المضي أو الإحجام عنه، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، معنى أن يصلي ركعتين من غير الفريضة نافلة، ثم بعدما يفرغ منها يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه: خيرا لي في ديني وعاقبة أمري، أقدره لي
يسره لي، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة في أمري فاصرفني عنه واصرف عني ودر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. فإذا دعا بهذا الدعاء بعد صلاة ركعتين فهذا يعتبر من الاستخارة في الأمور، وهي تغني عن هذا العمل مع المصحف أو مع ما كان يعمله عن الجاهلية من الاستسلام للأجنام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحضوركم.